يسلم رئيس مجلس حقوق الإنسان مذكرة شديدة اللهجة بشأن مجزرة والدنورة. أهلا بكم. ضمن جولاته التي شملت ولاية الجزيرة والنيل الأبيض، وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة ولاية سنار، وتدافعت جموع وجماهير الولاية التي احتشدت بصورة عفوية عكست معالي التلحم الشعبي مع القوات المسلحة. كما وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية بالفاو بولاية القضارف وتفقد القوات. على خلفية تداعيات مجزرة والدنورة بالجزيرة التي ارتكبتها ميليشيا الدجل الإرهابية بحق المدنيين العزل، قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بجولة شملت ولاية الجزيرة والنيل الأبيض والقضارف، وأكد أن القوات المسلحة ماضية في حسم الميليشيا وستلقن الميليشيا وأعوانها درسا قاسيا. حتى لا يظن المرجفين في المدينة أن أكاذيب غرف إعلام ميليشيا الجنجويد على أبناء شعبنا الخلص الأوفياء لم تكن زيارة السيد القائد العام لقوات الشعب المسلحة إلى مدينة المناقل بولاية الجزيرة أمس هي الأولى أو الأخيرة، فهو مقاتل محترف لم تشغله مهام المنصب عن مواطنيه وأهله في قرية والدنورة، فهرع إليهم متفقدا ومعزيا في موتاهم وجرحاهم في مستشفى المناقل. دخلنا وعدسات كاميراتنا تصور كل شيء هناك. أحس مواطني ولاية الجزيرة الذين تجمعوا في المناقل أنه قائد حقيقي لجيش لا تهزه استفزازات ولاعيب مرتزقة آل دجلو، فقد كان واعيا وخبيرا بتقلبات أحوال الميدان والرجال. صورت عدساتنا عشرات المشاهد المؤثرة في عيون أهالي والدنورة الصابرة، وكان رد السيد القائد العام معبرا عن تطلعاتهم وهمتهم العالية في تحقيق النصر على أوباش ومرتزقة آل دجل الإرهابية في كل شبر من السودان. في كوست الصامدة وسط تماسيح بحر أبيض، وقف السيد القائد العام على استعدادات قواته لسد أي ثغرات يمكن أن تنفذ من خلالها ميليشيا آل دجل الإرهابية إلى بحر أبيض التي تسهر على حراستها الفرقة 18 مشاة برجالها النظاميين الذين توحدوا مع أبنائها المستنفرين وهم من خيرة أجناد إفريقيا. وعلى مسمع ومرأى من العالم رفض الفريق أول ركن البرهان ومن حيث المبدأ أي تفاوض مع هؤلاء القتلة والمجرمين، وذلك ليس لأننا نرغب في استمرار الحرب، وإنما لأنهم لا يلتزمون بأخلاق الحرب ولا فضيلة الوفاء بالعهد في السلم. لماذا لم يلتزموا باتفاقية جدة في مايو 23؟ كانت سنار
واحدة من المحطات التي هبطت بها طائرة الرئيس القيد العام، وكانت سنار وريثة فرسان السلطنة الزرقاء الصامدة كما ينبغي لها أن تكون. اتهم سيادته تقدم، وهي قحط بمسماها الجديد، بالتورط في تأجيج نار الحرب، وقال إنهم لن يعودوا للحكم ونحن موجودين. زيارات ميدانية مهمة من حيث التوقيت والمواقع، المناقل، كوستي، سنار، صمود الرجال وشموخ النساء، أجواء من الفدائية والإيثار والجسارة. صورت كاميراتنا في هذه الوجوه ذلك الغضب الساطع والعزم الأكيد في محاربة المرتزقة والجنجويد حتى يخرج آخر مرتزق من أرض السودان. فالتحية لقواتنا الباسلة في الجزيرة وبحر أبيض وسنار والفاشر وفي كل شبر من السودان العظيم. دعا نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عجار إلى أهمية بناء شراكات فاعلة ومميزة مع السودان في كافة المجالات، لا سيما الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية ومجالات الطاقة، بوصف السودان بوابة إفريقيا وعماد التجارة وحلقة وصلها بين الشرق والغرب. وعدد عجار لدى مخاطبة جلسة الحوار الروسي الإفريقي في فاتحة أعمال المنتدى الاقتصادي بحضور عدد من رجالات الاقتصاد والسياسة ومسؤولين أفارقة على رأسهم رئيس وزراء إفريقيا الوسطى ونائب وزير الزراعة الروسي ووزيرة التخطيط بجمهورية الكونغو ووزير المعادن السيريواني، عدد به ما يزخر به السودان من إمكانيات وثروات تجعل منه سلة غذاء العالم. وتطرقت الجلسة للعلاقات الروسية الإفريقية ومستقبل التعاون الاقتصادي وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية متكافئة. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن السودان لديه منصات اقتصادية متأهبة للانطلاق من أجل خلق علاقات تعاون مستقبلية رغم الظروف التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أن حالة عدم الاستقرار هذه لن تستمر طويلا، وأن السودان يعمل الآن تهيئة المجتمع الاقتصادي الدولي لمرحلة الإعمار. شارك السيد نائب رئيس المجلس السيادي في هذه الجلسة وتكلم عن البوتنشاليتيز أو ما يسخر به السودان من إمكانيات، وعكس ما يجري في السودان من واقع، وناشد الجانب الروسي ب يعني إفراد شراكة مميزة مع السودان في خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات الحيوية، خاصة أن السودان له مسارات تربط كافة أركان القارة الأفريقية امتدادا من البحر الأحمر إلى ساحل أفريقيا الغربي. وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عجار حرص السودان على تعزيز وترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في كافة المجالات، لا سيما الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. وقدم عجار لدى لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحضور وزراء الخارجية والمالية والمعادن وسفير السودان بروسيا، قدم تنويرا كاملا حول الأوضاع في السودان والتطورات في مسارح العمليات العسكرية ورؤية الحكومة بشأن استقرار الأوضاع وإحلال السلام. وأعرب عجار عن أمله في دعم ومساندة روسيا للسودان في مرحلة الإعمار، لافتا إلى أن المنتدى الاقتصادي الدولي يعد فرصة طيبة للشراكات بل للشركات والمؤسسات الاقتصادية للعمل في السودان. وسلم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس، كما نقل لافروف تحية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس مجلس السيادة معربا عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس السيادة لشرح الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض. وأمن لافروف على توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين لتطوير وترقية العلاقات في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وهي تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. قدم السيد مالك عقار خلال اللقاء شرحا مفصلا لتطورات الأوضاع بالسودان، مستعرضا آخر المستجدات في مسارح العمليات العسكرية
ورؤية الحكومة السودانية بشأن استقرار الأوضاع وتحقيق السلام، كما عبر عن تطلع السودان لاستئناف وتنشيط لجان العمل الثنائية المشتركة بين البلدين، وهي لجنة التشاور السياسي واللجنة الوزارية المشتركة واللجنة العسكرية لوضع الخطط والبرامج ورسم خارطة الطريق واضحة المعالم لتطوير العلاقات حتى تبلغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية. أعرب نائب رئيس مجلس السيادة عن أمله في إسهام روسيا في مرحلة إعادة الإعمار، موضحا أن منتدى سان بطرسبرغ يعتبر فرصة جيدة للقاء العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في مختلف المجالات. خلال مشاركته في مؤتمر بطرسبرغ بروسيا، ألقى دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية كلمة تضمنت عددا من القضايا والموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي، وقال إن الحديث عن المجاعة في السودان غير دقيق، والبلاد تمتلك ما يكفيها من الحبوب، وإنما هناك صعوبة في توصيل الحبوب لعدة مناطق بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الدجل الإرهابية. وأكد وزير المالية خلال كلمته أن السودان يعتبر سلة غذاء السودان، غذاء للسودان وإفريقيا والشرق الأوسط بل وللعالم أجمع، وكل ما يحتاجه السودان شركاء اقتصاديون لدعم عجلة الإنتاج والتكنولوجيا التي تسهم في تقليل الزمن وزيادة الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء المطلوب. شاركنا في جلسة مهمة تحدث عن الأمن الغذائي العالمي، وأكدنا أن السودان مؤهل فأن يكون سلة غذاء أفريقيا والشرق الأوسط وربما أكثر من ذلك، ولكننا نحتاج إلى شراكة حقيقية من العالم من حيث التقنية، من حيث البنية التحتية، من حيث مدخلات الإنتاج، حتى نتمكن من أن نحول إمكاناتنا الكامنة إلى إنتاج حقيقي نستطيع أن نزود به إفريقيا والعالم. أكد وزير المعادن محمد بشير عبد الله أبو نمو على أهمية منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين روسيا والسودان في مجالات متعددة، وذكر أن هذا التعاون توج بتوقيع عدد من الاتفاقيات. بعض الاتفاقيات برضو مع بعض الشركات، بالإضافة برضو مذكرة التفاهم أو بروتوكول حقيقة بهذه الجامعة فيها يعني حاجات مهمة جدا، ممكن عكفوا الطرفين من أمس جهزوا هذا البروتوكول، برضو هنوقع هذا البروتوكول بإضافة لتوقيع برضو لكونسشن لشركة مهمة جدا هم رتبوا ليه عشان نوقع معهم هنا. وحقيقة تناقشنا معه في مشاريع كثيرة منها التدريب والتعليم، لنا برضو لقاءين مهمات جدا ولقاءين الرئيسيين حقيقة في هذا اللقاء، لقاء خاص بالمعادن الاستراتيجية كان لنا ورقة فيها، وبعض برضو في حلقة خاصة بالمياه بعنوان انه المياه اغلى من الذهب. أهلا بكم. عاد إلى البلاد عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن شمس الدين كباشي بعد جولة إفريقية استغرقت عدة أيام شملت مالي والنيجر، رافقه خلالها وزير الدفاع الفريق الركن ياسين إبراهيم. والتقى الكباشي خلال زيارة رئيسي البلدين وناقش معهما الملفات المشتركة والأوضاع السياسية الراهنة وتداعيات الحرب وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي. وكان في استقباله بمطار بورسودان الدولي وزير الزراعة والغابات دكتور أبو بكر عمر البشرى والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي. اختتم عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن شمس الدين كباشي واحدة من أهم الجولات الخارجية التي شملت دولتين مالي والنيجر. وأشاد كباشي بالجالية السودانية في النيجر وهي تتحمل مسؤولياتها الوطنية مما يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمصلحة الدولة السودانية. في لقائه مع عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن شمس الدين كباشي، دعا رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشاني
إلى مزيد من التعاون مع السودان في مجالات التدريب والمنح التي يقدمها السودان للنيجر في مختلف المجالات. وقد أتاحت فرص التدريب والمنح للنيجر فرصا واسعة في الجامعة السودانية والخلاوة والكلية الحربية السودانية، مما ساعد في نقل صورة السودان المشرقة إلى النيجر، وعزز هؤلاء من مسيرة الصداقة الشعبية بين البلدين. وتوجد في النيجر جالية سودانية كبيرة، حيث يعمل الآلاف من السودانيين في مناطق التعدين، بينما توجد طبقة من التجار ورجال الأعمال بجانب الموظفين العاملين في المنظمات الإقليمية والدولية. وللجالية علاقات ممتدة وعميقة مع المجتمع في النيجر. نياتنا الكبيرة إن شاء الله للوادي المسلح إن شاء الله أنه تحرز إن شاء الله يعني نجاح وتفوق إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أن ينصر المقاومة، أن ينصر الجيش، وحتى نحن يعني في أي وقت والله جاهزين في أي لأي نداء لحمل السلاح للوقوف مع الشعب السوداني، نحن جاهزين. وتسعى الجالية السودانية في النيجر للعب دور ريادي ومحوري في العلاقات بين السودان والنيجر على خلفية الحرب الدائرة الآن في السودان. نحن والله عايشين المشاكل بتاعت السودان، يعني يمكن عايشينها مرتين، يعني نحن ما حاضرين لكن عايشينها مرتين، يعني قلوبنا مع السودان ومشاغلنا مع السودان، حتى لا شغل لا عمل، الراس بيقى شغال السودان والأهل. نزل الله بس ربنا زي ما بقول انت الحمد لله بالو، وان شاء ربنا يصوفه، ربنا ينصر الجيش وقلوبنا ودعاؤنا. وبالنسبه للشعب النيجري والله نحن نرى انه في غالبيه الشعب وتعاملنا معهم لا يرضون الذي يحدث لهم، وحتى دعاؤهم في صلاه الجمعه وفي الصلوات وفي يشاركون الهم. يعني تنتشر الجاليات السودانية في كل أركان الدنيا، وهم يمثلون سفراء السودان مع الشعوب والمجتمعات الأخرى، ولذلك ينتظر منهم أن يساهموا في تداعيات هذه الحرب. فما عاد الوطن أرضا للأشواق والذكريات فقط، ولكنه أصبح رمزا للتضحية والبطولة والمسؤولية التاريخية. محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، النيجر، من العاصمة نيامي. أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول مجزرة والدنورة التي ارتكبتها ميليشيا الدجل الإرهابية. وقال البيان إن المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الجنجويد الإرهابية في قرية الدنورة بولاية الجزيرة راح ضحيتها أكثر من 180 من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء. وأضاف لن يكون مفهوما أو مقبولا بعد الآن أن تكون هناك أي اتصالات مع الميليشيا من أي دولة تدعي حرصها على السلام في السودان أو مسؤولي المنظمات الدولية الإقليمية مهما كانت المبررات. وأشار إلى أن هذه المسألة تمثل أحد تداعيات تراخي المجتمع الدولي تجاه الميليشيا الإجرامية ومرتزقتها الأجانب ورعاتها الإقليميين، الذين ظل المجتمع الدولي يتفرج عليهم وهم يواصلون تزويد الميليشيا بالأسلحة الفتاكة والمتقدمة عبر جسر جوي ظل متواصلا على مدى أكثر من عام بين دولتي الإمارات وتشاد. وقال البيان إن بشاعة وضحايا المجزرة الأخيرة أسوأ جرائم المجموعات الإرهابية المعروفة دوليا مثل داعش وبوكو حرام وجيش الرب، وتمثل النهج الذي اتبع في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994، خاصة باستصحاب استهداف الميليشيا للفارينا من اعتداءاتها في الفاشر على أساس عرقي. وطالب البيان أن تكون هذه المجزرة نقطة تحول في نظرة المجتمع الدولي للميليشيا، ليتم اعتبارها جماعة إرهابية تمثل خطرا على الإنسانية جمعاء. ويترتب على هذا أن تعامل كل الحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية الميليشيا وقادتها وعناصرها ورعاتها ومؤيديها ومن يبررون جرائمها بذات الطريقة التي عملت بها داعش وبوكو حرام وباقي المنظمات الإرهابية وداعميها
ومناصريها. وأبدت حكومة السودان أن عددا من المنظمات الدولية والإقليمية عجزت حتى الآن أن تدين بطريقة صريحة وواضحة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الميليشيا. هذا الفشل من جانب تلك المنظمات هو دعم للإفلات من العقاب والذي يشجع بدوره الميليشيا للتمادي في جرائمها. وأكدت حكومة السودان أن حكومات الدول والجهات التي تزود الميليشيا بالأسلحة والعتاد والأموال أو تلك التي تسهل عبورها ووصولها للميليشيا ومن يوفر لقيادات وعناصر الميليشيا وجناحها السياسي منصات وقواعد لعقد اللقاءات السياسية وممارسة الأنشطة الدعائية وغسيل أموالها الغذرة هي شريك كامل للميليشيا في مجازر والفظائع التي ترتكبها ضد الشعب السوداني، وستدفع ثمن هذه الشراكة الدموية. اجتمع المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير حسن حامد برئيس مجلس حقوق الإنسان السفير عمر، وخلال الاجتماع سلمه مذكرة شديدة اللهجة أرفق معها البيانات التي صدرت عن وزارتي الخارجية والدفاع بشأن البيزرة التي ارتكبتها ميليشيا التبرد الإرهابية في قرية والدنورة بولاية الجزيرة، حيث أعرب المندوب الدائم عن عميق أسفه حيال صمت وتجاهل المجتمع الدولي للجرائم المروعة التي ترتكبها ميليشيا الجرجويدة الإرهابية، مطالبا كل من مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إدانة الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي ظلت ترتكبها ميليشيا الجرجويدة الإرهابية، مؤكدا أن الميليشيا المتمردة قد استوفت كافة معايير تصنيفها كجماعة إرهابية. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عمار محمد محمود الدبلوماسي في البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك لمنصب نائب رئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال الدورة 79 للجمعية العامة، حيث سيمثل قارة إفريقيا بل سيمثل قارة إفريقيا في مكتب اللجنة التي تطلع بمناقشة القضايا المتصلة بالقانون الدولي. ويبرز هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالحضور الفاعل للسودان في أعمال الأمم المتحدة وجهوده في تعزيز سيادة حكم القانون على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. خيوط المؤامرة على شاشة تلفزيون السودان تتبعا لمسارات انقلاب ميليشيا الدجلو الإرهابية وحربها على أهل السودان. السبت 8 يونيو 2024 الساعة 10 مساء. خيوط المؤامرة. أهلا بكم. أحبطت الفرقة 18 مشاب النيل الأبيض محاولة هجوم ميليشيا الدجلو الإرهابية بمسيرة أطلقتها نحو تماسيح بحر أبيض، وتمكنت قوات الفرقة من تدمير المسيرة في الجو بعد أن كانت على أهبة الاستعداد لشن هجومها. وأكدت قيادة الفرقة 18 مشاة أن جميع المحاولات اليائسة لميليشيا الدجلو الإرهابية لتنفيذ خططهم العسكرية قد باءت بالفشل الذريع، مما حد بالميليشيا استخدام الأساليب الجبانة بإطلاق المسيرات ضد الوحدات العسكرية. واطمأنت الفرقة جميع المواطنين بأن القوات المسلحة في أهبة الاستعداد ومراقبة لتحركات ميليشيا الدجلو الإرهابية للتصدي لها. قصفت ميليشيا الدجلو الإرهابية الأحياء السكنية بمحلية كرري باستخدام الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. وتفقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة المصابين بمستشفى النو، ووقف على عمليات الإسعاف واطمأن على توفير الدم ببنك الدم بالمستشفى، بالإضافة إلى تواجد أعداد كبيرة من المتبرعين. وقال والي الولاية إن استهداف المواطنين العزل داخل منازلهم يؤكد النهج الإجرامي لسلوك الميليشيا الإرهابية التي تستهدف
تستهدف المدنيين العزل، وأن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا الإرهابية في سجلها الدموي كما جرى في الجزيرة ودارفور وكردفان، مؤكدا أن أجهزة الولاية ستظل حاضرة بالعمل الوقائي والرقابة لكشف الخلايا النائمة التي تقوم بتوجيه التدوين للأحياء السكنية. وصف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة احتشاد الصوفية بأنها وقفة قضب وسلاح وإدانة لجرائم الميليشيا الإرهابية ضد المواطنين العزل وأعمال القتل والترويع والنهب والاغتصاب، داعيا إلى وحدة الصف الوطني ودعم معركة الكرامة ضد ميليشيا الدقلو الإرهابية. السبب اللي خلانا نجي لأنه نحن خلاص وقفنا مع الناس ونجيب للنهاية. جينا لغاء لنصر للشعب القوات المسلحة. أعادت مأساة والدنورة إلى المشهد السوداني كل المآسي التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة من الجنين والخرطوم وأم روابة وغيرها من الانتهاكات، الأمر الذي حدا بأن تحتشد كل الميادين بالكبار والصغار وأهل التجابة أنحية على الجهاد. النوفلاب بالريف الشمالي بالخرطوم بقيادة الطرق الصوفية كانت حاضرة. إن ناشئه وأتباع الطرق الصوفية ومحبوها نعلنها من هنا، نعلنها من والدبشيبة من النوفلاب ومن الحريزاب، نعلنها داوية مجللة بأننا الدرع الواقي وصمام الأمان، وأننا مع القوات المسلحة سندا وعبضا معهم في صف واحد مقاتلين ومتضرعين إلى الله رب العالمين. أن يعز بلدنا وأن ينصر جيشنا فهو حسبنا ونعم الوكيل. ننصح أبناءنا بأن يجاهدوا في سبيل الله، فالموت واحد والمصير واحد، وموت لموت خير في الله. حقيقة نحن كنساء في الطرق الصوفية كنا وما زلنا ندعم القوات المسلحة بدمائنا وبأولادنا وبمعيناتنا. هذا النحاس هو عنوان عزتنا وفخرنا، هكذا ابتدر والي الخرطوم وسط حضور من قيادات القوات المسلحة والأمن والاستخبارات والشرطة ورجال الطرق الصوفية، حيث أكد الوالي جاهزيتهم بتسليح كل الكتائب المنطلقة لمسارح العمليات منددا بانتهاكات الميليشيا التي تستهدف المواطنين. وحي الطرق الصوفية على امتداد بلدنا الحبيب، ونحيي قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات والمستنفرين والمستنفرات من أبناء هذا الشعب وهم يخوضون حرب العزة والكرامة. ومؤلم جدا ما تناقلته الوسائط أمس في منطقة والدنورة في الجزيرة. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة لكل شهدائنا الذين فاضت أرواحهم خلال هذه الحرب، ونقول لهم أحذروا غضب الصوفية، أحذروا غضب المشايخ، أحذروا غضب أهل الدين. يطيب لنا في هذا الأمسية أن ندين ونشجب تلك المجزرة التي ارتكبها هؤلاء الميليشيا الإرهابية ميليشيا الدقلو، وهم يسحرون الأبرياء في قرية والدنورة، ولعلها من أفظع وأفجع الجرائم التي ارتكبوها في السودان، وليس بغريب عليهم، فهم الذين روعوا الآمنين وهم الذين اغتصبوا وهم الذين قتلوا، وهذه واحدة ولكنها من أكبر المجازر الآن على مستوى العالم العربي وعلى مستوى، ويقومون بذلك على مرأى ومسمع من دول العالم ودول الاستكبار التي تؤيد هذه الميليشيا. ختم القول أن على أهل السودان أن يوحدوا صفهم ويسندوا قواتهم المسلحة، وأن لا يعولوا على المجتمع الدولي الذي بأذنيه صمم وبعينيه رمض وبقلبه ران. لتلفزيون السودان مسور آدم إسماعيل، أشرف عمر، مكتب الخرطوم. تسلمت وزارة الصحة بولاية الخرطوم كمية من الأدوية من الإمدادات الطبية الداعمة لحوجة المستشفيات والمراكز الصحية بالولاية. وكان في استقبال دكتور محمود القائم وزير الصحة المكلف ومدير الصيدلة بإدارة الطوارئ بالوزارة، وقال الوزير بأن الكميات التي وصلت تتمثل في 600 جرعة من مصل السعر لمقابلة الاحتياجات الداعمة للحمل التي تنظم الولاية، إضافة لاحتياجات غسيل الكلى للمراكز
المراكز العاملة بكرري، مشيرا لاستقرار الإمداد الدوائي بالمستشفيات والمراكز الصحية بالولاية. اليوم استقبلنا شاحنة آتية من بور السودان من الإمدادات الطبية، وهي تحمل كمية من الأدوية، منها أول حاجة 600 جرعة لمصل السعر، وحقيقة كنا قطعنا كان قبل يومين، الحمد لله يعني دي كمية مقدرة إن شاء الله تكفينا في الفترة الجاية إن شاء الله، وكمية من مواد غسيل الكلى للمرضى، غسيل الكلى هنا في الولاية عندنا 9 مراكز للغسيل شغالة في الولاية، وأيضا كمية من الدريبات المتنوعة، دريبات ملح ودريبات سكر مع الملح ودريبات ورينجر لاكتيت، وأيضا يعني فلاجيل انفيوجن، الحمد لله بكميات معقولة إن شاء الله تكون إضافة للشيء الموجود عندنا هنا في المخازن بتاعتنا. أجرت كاميرا تلفزيون السودان استطلاعات مع عدد من عمد ومواطني الريف الغربي لمحلية أم بدة الذين أكدوا وقوفهم مع القوات المسلحة، مشيدين بالجهود التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم في تقديم الخدمات لمواطني الريف الغربي وتقديم الإعانات للوافدين بالمنطقة. نحن في محلية أم بدة أيضا نتقدم بالشكر أجزله لكل المانحين ولكل المنظمات اللي قدمت العون للسودان، وشكر خاص لأخواننا في الأجهزة النظامية وفي الأجهزة الإعلامية على وقفتهم معنا وتسهيل الإجراءات ولتوصيل العون للإنسان المواطنين. الوالي إنه واقف خلف الشعب وخلف القوات المسلحة في ولاية الخرطوم ومحلية أم بدة، ونشكر كثير ونشكر القوات المسلحة على وقفتها بالليل وبالنهار، ونحن كإدارات أهلية واقفين معهم من أول طلقة ولا آخر طلقة، والريف واسع وكثير وشيل أي زول يجي، لكن محتاجين يعني للمنظمات من كل النواحي. ومنظمة البريطانية الخيرية نشكرهم في الآن في توزيع بعض المعينات، ونحن في الريف الغربي خاصة في قرية الإخلاص نحن حوجتنا عندنا مركز، طبعا المركز ده فيه كل آيو كل الريف آيو أكثر 124 قرية، الآن المركز ناقص كثير فيه نقص كثير في الأدوية والإسعافات الأولية. شكرا كتر خيركم، ربنا يسعدكم وإن شاء الله الحرب دي تقيف. والله أنا أصلا ناجحة من الحيلة الجديدة، من الحيلة الجديدة العويضات دار السلامة. والله كل السعادة والحمد لله، يعني بعد فترة طويلة جد، يعني لو مثلا قلت لك أنا وعيالي كنا جعانين أظن ما تصدقني، لكن جد حسي ما معروف الفيه شنو حاجة مقفولة، لكن برضو نفسيا كده مرتاح، وربنا ينصر الجيش إن شاء الله في كل الأماكن. افتتاح المراكز الصحية بأم بدة وعلى رأسها المركز الصحي الإخلاص، وكان في ذلك الوقت الحمد لله سبحانه وتعالى تنمية، كانت في نهاية العام 23 وكانت من أمنا أن تكمل في العام 24 يتم افتتاحها، ولكن حصل هذا الوباء وهذا البلاء علينا أخر علينا التنمية شوية، ولكن إن شاء الله يعم النصر والاستقرار وتتم ما بداه الأخ الوالي الهموم. ومن هذا المنطلق باسمكم نحن نحييه ونحيي حكومة ولايته ونحيي هذا الوالي الذي يعني سجل تاريخ يسجل لأجيال تلي الأجيال. واجهنا بعض المشاكل في الأدوية لأن الريف الغربي بعيد شوية، فالحمد لله رب العالمين إحنا بعون الله وبعون الزملاء مستمرين في إيصال الخدمة. حجم التردد والله يعني السكان الأصليين في قرية الإخلاص زايد الوافدين من المناطق الموبوعة بالمرتزقة، فالحمد لله يعني ما يعادل 20-25 في اليوم. رسالة السيد والي الخرطوم ومعه وزارة الصحة بتقول لهم شو؟ والله رسالتنا ليهم إنه بس يعني الدواء الدائري أهم حاجة السيدين إحنا المحتاجين ليها، العيانين بيسألوا من الأدوية، بيسألوا من الإمداد بتاع العملية، الغيارات، الحاجات الزايدة.
أدان عيان الكواهل بالسودان نهج ميليشيا الدجل الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة التي مارستها بحق المدنيين العزل في قرية والدنورة. وقال عيان الكواهل إن القرية هي منطقة خالية من أي قواعد عسكرية للقوات المسلحة، وإن ما جرى بودنورة من قتل وتنكيل وتعذيب جريمة إبادة جماعية مكتبرة الأركان مع سبق الإصرار والترصد. وجدد عيان الهبانية وقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد ميليشيا الدجلو الإرهابية. إننا ندين بأشد العبارات هذا الفعل الشنيع الجبان الذي لا يمثل الإنسانية بشيء، وهو يعتبر انتهاك وإبادة جماعية وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية. ونؤكد إننا في قبيلة الكواهلة نعتبر أهلنا في والدنورة قدموا الآن مهر النصر بإذن الله تعالى، لأنهم استشهدوا مقبلين غير مدبرين، واجهوا الرصاص وكل الفعل الإجرامي والإرهابي على مرمى ومسمع من كل الدول الإقليمية والدولية أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي بني على باطل والذي يتهالك الآن أخلاقيا وعسكريا. فهذا الفعل نطالب كل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بإدارة هذا الفعل الذي تكرر في هذه المؤامرة ضد الشعب السوداني. خيوط المؤامرة على شاشة تلفزيون السودان تتبعا لمسارات انقلاب ميليشيا الدجل الإرهابية وحربها على أهل السودان. السبت 8 يونيو 2024 الساعة 10 مساء خيوط المؤامرة. اهلا بكم. افتتح والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد وبمشاركة والي البحر الاحمر اللواء الركن مصطفى محمد نور افتتح مباني مدرسة الراجح المتوسطة بحي المجرم بمدينة الدامر المقدمة من شركة اسمنت عضبرة في اطار المسؤولية المجتمعية للشركة. واكد والي نهر النيل ان مباني مدرسة الراجح المتوسطة بحي المجرم بمدينة الدامر تمثل اضافة جديدة لرصيد الولاية في مجال التعليم، مثمنا دور ومجهودات الشركة في دعم العملية التعليمية بالولاية. فيما أكد والي البحر الأحمر أن نهر النيل تعتبر النموذج في استئناف الدراسة في جميع مراحلها، مبينا بأن ولاية البحر الأحمر تسير فيها العملية التعليمية بصورة طيبة، مشيدا بالمسؤولية المجتمعية للشركة الراجح. والتعليم عندنا متاح، وحجم المدارس عندنا واسع، وحجم الجامعات واسع. فشان كده دائما بنوصي نقول يا جماعة ما في بيت يخلي أولاده خارج مظلة التعليم أصلا بأي حال من الأحوال. قبلكم بيجاي في أم الطيور عندنا مدرستين ثلاثة ما افتتحنا، إن حنفتتحن قريب برضو، قامت بين شركة الأسمنت وأنا وقفت عليهم في مراحل من الأساس لحد المرحلة المتوسطة والمرحلة النهائية، وإن شاء الله في الإجازة دي إن شاء الله يفتتحن. حقيقة الكل يعلم إن ولاية نهر النيل وبقائدها الهمام الأخ الدكتور محمد بدوي أولى ولايات السودان في استمرار العملية التعليمية. حقيقة نحن في ولاية البحر الأحمر يمكن استفدنا استفادة كبيرة وعظمى من تجربة الإخوة في ولاية نهر النيل في افتتاح أو في استمرار العملية التعليمية، وبحمد الله نحن الآن نسير في هذا العمل. وهذه المدرسة كما تعرفون سيادتكم هي سلسلة مدارس بنيت في ولاية نهر النيل خاصة وفي عموم السودان عامة، فبعد مدرسة المتمة وشندي والدامر ثلاث مدارس أبو سليم
والعكد والمقرن وعطبرة ثلاث مدارس، الشرقي وخليوة والثورة وبربر وأبو حمد متميزة، مدرسة متميزة والبحيرة أيضا في هذه الولاية والولايات السودان عموما. من جهة أخرى، تفقد والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد وبمشاركة والي البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد دور تفقدوا سير العمل في الطريق القومي عطبر الخرطوم عند منطقة جباتي، والتي يجري فيها أعمال الصيانة والتأهيل على طول الطريق القومي. وأعلن والي نهر النيل أن العمل يسير بصورة متسارعة وبخطى ثابتة لأجل اكتماله، مشيدا بدور الشركة المنفذة لأعمال الكبري ولأهميته الكبيرة لربط منطقة جباتي برئاسة الولاية وتسهيل انسياب حركة المرور وحمايته من تهديد مياه السيول والأمطار. الحقيقة نحن في منطقة جباتي، ومعروف لديكم أن منطقة جباتي من المناطق السنويا قاعد يقطع السيل وكده، فنحن الآن الشركة جاهزة بإذن الله تعالى أن تنفذ الكبري ده في خلال 21 يوم إن شاء الله من تاريخ اليوم. بإذن الله تعالى الشركة حتسلم الكوبري ده للهيئة في خلال 21 يوم. بدينا علينا أسبوع شغالين في الأعمال التحضيرية اللي هي الأعمال ما قبل الصب. عندنا من الأعمال التحضيرية اللي هي أعمال الحدادة مستمرة حاليا، انتهينا من المرحلتين بتاعة الحوائط والقاعدة الرئيسية، والعمل متواصل يعني غدر الله ما شاء فعل. امبارح الأمطار، لولا الأمطار المفروض الليلة كان نكون صبينا المرحلة الأولى اللي هي عمل الخرسانة الأولية. قام والي البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور برفقة لجنة أمن الولاية بزيارة رسمية لولاية نهر النيل لحضور الاجتماع المشترك بين لجنتي أمن الولايتين. وكان في استقبال والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد ولجنة أمن الولاية. الزيارة الرسمية التي قام بها والي البحر الأحمر اللواء الركن مصطفى محمد نور لولاية نهر النيل للتنسيق الأمني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أكدت متانة وعراقة العلاقة بين ولايات البلاد المتعددة، حيث كان في استقباله والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون ولجنة أمن الولاية، حيث شهد احتفال تسليم مباني مدرسة الراجح المتوسطة بمدينة الدامر والمقدمة من شركة أسمنت عطبرة في إطار المسؤولية المجتمعية. وخلال مخاطبته الاحتفال، ثمن اللواء الركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر دور والي ولاية نهر النيل وجهوده المتصلة في سير العملية التعليمية. كما عقد الاجتماع التنسيقي المشترك بين لجنتي أمن ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بقاعة أمانة حكومة ولاية نهر النيل بمدينة الدامر بحضور رئيس اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر اللواء الركن مصطفى محمد نور ورئيس لجنة أمن نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية المشتركة. كل الحدود بين الولايتين والهم المشترك العبور والترحال بين الولايتين، انتقال وتأمين المواطنين بين الولايتين، النيل لمناقشة الأوضاع الأمنية بالولايتين والعمل على استقرارها وتدعيم ما هو موجود منها الحمد لله. وأكبر كان مهدد يعني ممكن بشكل مشترك بيننا وبين ولاية نهر النيل اللي هي مناطق التعدين والإضافة للطريق القومي الرابط بين الولايتين وخطوط نقاط التأمين بالولايتين. هذا وخلال زيارته لولاية نهر النيل شهد والي البحر الأحمر اللواء الركن مصطفى محمد نور توزيع عدد 600,000 جوال دقيق لعدد 600,000 أسرة مقدمة من شركة الشمال لإنتاج الأسمنت بالتعاون مع منظمة مراقي الخيرية، إلى جانب وقوفه برفقة والي نهر النيل على الأعمال الجارية بمطار عطبرة ووقوفه على كوبري جباي على الطريق القومي بولاية نهر النيل. محمد عبد الرحمن، تلفزيون السودان، ولاية البحر الأحمر. خلال عودته من ولاية نهر النيل، وقف والي البحر الأحمر اللواء الركن معاش مصطفى محمد نور ولجنة أمن الولاية على ضبطية المخدرات بمحلية هيا بمنطقة منجم الياسمين، والتي تقدر بحوالي 4160 رأس من مخدرات الحشيش. هذا وأشاد الوالي بجهود قوات الشرطة خاصة إدارة مكافحة المخدرات ويقظتهم لحماية المواطنين والشباب من داء المخدرات، مشددا على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة في الظرف الاستثنائي الذي تمر به
البلاد. مركز لتوزيع المخدرات لأسواق التعدين بمنطقة الياسمين اتعاملنا مع المعلومة بكل جدية، حددنا الموقع بدقة اللي بيتم منه التوزيع هو منجم مهجور بمنطقة الياسمين. اتحرك رئيس النقطة حسب المعلومة اللي عنده حسب الموقع المحدد، والحمد لله تم ضبط عدد 4160 راس بنجو زائد كيسين بنجو فلت في المنطقة المحددة اللي هي منجم مهجور، وكان بجواره في خيمة. المروجين كانوا موجودين داخل الخيمة، فلقينا المعروضات اللي ورانا دي مخطوطة في البراميل الموجودة ورانا ومدفونة داخل الأرض. الحمد لله بفطنة التيم العمل المداهمة وبذكاون قدروا يتحصلوا على البراميل المدفونة داخل الأرض والكمية الموجودة ورانا من المخدرات. كما وقفوا على ضبطية من المخدرات تقدر ب 4160 راس من البنجو، تم ضبطها في منطقة الياسمين. وقفت لجنة الأمن على هذه الضبطية، طلعوا وشجعوا التيم العامل وقوات الشرطة. شهد والي ولاية كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق برفقة قائد الفرقة 11 مشاة اللواء ركن حسن أبو زيد ريفي خشم القربة، شهد الاحتفال الذي نظمته قيادة اللواء 144 مدرع بتخريج الدفعة 21 مستجدين بسلاح المدرعات، وسط حضور كبير من القيادات العسكرية والمجتمعية بالمحلية. هذه الحشود من المواطنين جاءت وتدافعت من كل مناطق وأحياء مدينة خشم القربة وما جاورها من قرى ودساكر ليشهدوا تخريج أبنائهم من الدفع 21 مستجدين، كوكبة جديدة ودماء حارة يضخها سلاح المدرعات بقيادة الفرقة 11 مشاة في جسد القوات المسلحة، إضافة كمية ونوعية بحضور والي كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق وعدد من القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية بولاية كسلا. كوكبة وشعلة جديدة من فرسان المدرعات نعلن من هذه الفرقة 11 وبتخريج هذه الكوكبة من أبناء المدرعات بأن القوات المسلحة ستظل سدا منيعا إن شاء الله تعالى لصد أي عدوان. قائد الفرقة 11 مشاة اللواء ركن حسن أبو زيد حسن آدم أكد أن القوات المسلحة تحرز تقدما وانتصارات باهرة ومتعددة ومتوالية في كل مسارح العمليات، وهي قادرة على إفشال هذه المؤامرة الدنيئة التي تستهدف الأمة السودانية. ونحن الآن في خواتيم أعمالنا العسكرية لاجتساس التمرد الذي بدأ يترنح، وإن شاء الله سيتم القضاء عليه وانهياره تماما في مقبل الأسابيع القادمات، والقوات المسلحة تتقدم في كل المحاور. عقيد ركن دكتور آدم علي موسى قائد اللواء 144 مدرع أشار إلى أن الدفعة المتخرجة تلقت تدريبا عسكريا وأتقنت مهارات قتالية تؤهلها للانضمام للقوات المسلحة ونيل شرف الجندية والمشاركة في معركة الكرامة والثأر للأبرياء والعزل في ولاية الجزيرة الذين غدرت بهم الميليشيات الإرهابية المتمردة. هذه الكوكبة السيد الوالي السيد قائد الفرقة من المتخرجين قد أخذوا زهاء 7 أشهر في ميدان التدريب ونالوا ما نالوا من علوم التدريب النظري والعملي، منها التعبية والبيادة والضبط والربط وكذلك مهارات الميدان إلى أن وصلوا وقوي عودهم في هذا المقام. تخريج دفعة جديدة من مستجدي سلاح المدرعات بقيادة الفرقة 11 مشاة برهان ساطع وقول قاطع بأن القوات المسلحة مؤسسة قومية ووطنية لا تعقر أبدا، فالوحش يقتل ثائرا والأرض تنبت 1000 ثائر، يا كبرياء الجرح لو متنا جميعا لحاربت المقابر. عمر خاطب، تلفزيون السودان، محلية ريفي خشم القربة، ولاية كسلا. بحث والي ولاية كسل المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق بحضور رئيس المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بحث أوضاع الأطفال في المناطق المتأثرة بالحرب،
والتي تشمل الأطفال النازحين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال فاقدي السند والرعاية. وأشاد رئيس المجلس الأعلى لرعاية الطفولة بجهود ولاية كسلة ورعايتها للأطفال باعتباره من الشرائح ذات الهشاشة الاجتماعية والتي تتأثر بالظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة بها. هذه الجلسة المهنية جدا، مسائل تتعلق بالأطفال بولاية كسلة وعلى مستوى بناء قاعدة البيانات وعلى مستوى وعلى مستويات الاستراتيجية الأخرى وعلى مستويات صندوق دعم الطفولة. وأيضا تناولنا الشريحة الأكثر هشاشة وهي مستضافة في ولاية كسلة. تكفل الوالي بكل ما يحتاجونه هنا وزيارتهم. طرحنا فيه قضايا الأطفال سواء أطفال النزوح أو أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أطفال فاقدي السند الأبوي أو أطفال الميقومة، وكان هنالك تجاوب كبير جدا من الوالي، فتحدثنا عن وجودهم في ولاية في مدينة كسلة وفي مدينة حلفة وعن العمل الجيد اللي بيقوم به الولاية تجاه هؤلاء الأطفال. امتدح والي القضارف المكلف لواء ركن معاش محمد أحمد حسن الجهود المقدرة التي ظل يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم النازحين بالولاية عبر عدد من الشركاء من المنظمات الوطنية، مما أسهم بصورة فاعلة في تخفيف معاناة النازحين. جهود كبيرة تبذلها منظمة إضافة بالتعاون مع مركز الملك سلمان أفضت عن وصول قافلة مساعدات إنسانية متمثلة في عدد 1200 حقيبة إيوائية توزع للوافدين بالولاية مراكز الإيواء والأسر المستضيفة. نحن شركاء لمركز الملك سلمان، أول حاجة بنشكر المملكة العربية السعودية في تقديمها لجسرها الجوي والبحري وإغاثتها لمنكوبي الحرب في السودان. ونحن في منظمة إضافة قدمنا لوافدي الولاية المتأثرين بالحروب 1200 حقيبة في الأيام الفاتت مقدمة من مركز الملك سلمان، والآن بصدد تقديم 1200 بناء على التزامنا والتزام مكتب منظمة إضافة مع وزارة الصحة وحكومة الولاية لإغاثة المنكوبي من شنوء والمتأثرين من ويلات الحرب. منظمة إضافة هي منظمة وطنية وبتقدم في شنوء في المجالات الإنسانية. الآن نحن بصدد تقديم 1200 حقيبة إيوائية. حقيقة هذه بداية لعملية فتح المدارس في ولاية القضارف بإذن الله تعالى. تمت تفاهمات مع منظمة إضافة على تقديم جميع المحاور بالنسبة للعمل الصحي والطبي وتقديم الأدوية والإيواء بالنسبة لفتح المدارس في المراكز المحددة من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني ووزارة الصحة ووزارة التخطيط العمراني ووزارة المالية ولاية القضارف. والقضارف المكلف لواء ركن معاش محمد أحمد حسن عبر عن شكره وامتنانه لمركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية ومنظمة إضافة لمساهمتهما بهذه القافلة التي ستخفف العبء على الوافدين. وللمفوضية العون الإنساني يعني على ما قدموه لنا للنازحين يعني الذين يعني فارغوا ديارهم وفقدوا أهلهم وفقدوا مأواهم، لكن يعني الأعداد كبيرة فعلا وفوق طاقة الولاية، فلذلك نرجو من المنظمات إنها تضع يدها معنا في إنه نوفر لهم أحسن سكن. حقيقة مدارسنا الآن 14 شهر ما فتحت، يعني التلاميذ ديل يكاد يكونوا ضاعوا تماما، يعني في إنهم عايشين هسه الآن في الشوارع ويلعبوا، من المفترض يكون في مدرسة تأويهم ويتلقوا دروسهم ويتعلموا، لكن يعني الظرف اللي حصل على البلد ده والحرب والمأساة اللي حصلت يعني خلت كثير من الناس يأوون في المدارس وكده. نحن والله مستعجلين غاية الاستعجال في إنه نفتح المدارس دي، لكن لازم نأوي الناس دي في مكان مناسب ويلغ بهم ويلغ بكرامتهم. مساعدات إنسانية متواصلة ظل يقدمها مركز الملك سلمان عبر منظمة إضافة كان لها كبير الأثر في تخفيف المعاناة على المحتاجين. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. بهذا مشاهدينا تكون قد تكاملت الموضوعات، أعود وأذكر بأبرز العناوين.
ضمن جولاته التي شملت عددا من الولايات البرهان يؤكد قدرة القوات المسلحة على حصم الميليشيا الإرهابية. لدى مخاطبته جلسة الحوار الروسي الإفريقي، عقار يدعو إلى بناء شراكات فاعلة مع السودان. الكباشي يعود إلى البلاد بعد جولة شملت دولتي مالي والنيجر. المندوب الدائم بجنيف يسلم رئيس مجلس حقوق الإنسان مذكرة شديدة اللهجة بشأن مجزرة والدنورة. انتهت أحداث اليوم لهذه الليلة، حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته.